بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أيها المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم إن شاء الله تعالى ايام مباركه ايام طيبه من ايام شهر ربيع الاول ويسمى بشهر الميلاد وسمي بشهر الميلاد لان فيه ميلاد النبي الاعظم صلى الله عليه واله الذي يصادف يوم السابع عشر من شهر ربيع الاول وكذلك ميلاد حفيد النبي صلى الله عليه وآله الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلم عليه حيث أنه يوم السابع عشر من الأيام المباركة ميلاده نبي الإسلام وميلاده رئيس مذهب الجعفرية وهذا في واقع الحال يعطينا فرصة طيبة أولاً. ان نستذكر مناقب النبي وفضائله ونتعرف على حياه الامام الصادق وانجازاته ومن المناسب ايضا ان يكون بحثنا في مثل هذا اليوم عن الهبه والهديه ومن المستحب جدا ان الانسان يقدم هديه لاخيه المؤمن ولكن هناك استحباب اكيد على انه صله الارحام فيها اوامر كبيره وكثيره وروايات عديده ان صله الرحم من الامور التي تطيل العمر وتنمى الرزق خصوصا صله الارحام فالهديه في واقع الحال قد تكون هي وجه من وجوه الصله ان اصل رحمي قد يكون الانسان ان يوصل هديه لهم ويرسل هديه لهم هذا ايضا صله ليس فقط الزياره ليس فقط الاتصال والسؤال عن حاله واحواله وهذا امر طيب بلا اشكال ولكن ارسل له هديتان هذا امر مؤكد في الاستحباب اقرا الروايه عن الباقري صلوات الله وسلامه عليه قال في كتاب علي عليه السلام ثلاثه لا يموت صاحبهن ابدا ثلاث اشخاص ثلاث مجاميع اصحاب هذه الصفات اصحاب هذه الافعال لا يموتون ابدا حتى يرى وبالهن الأشخاص ثلاثة لا يموتون إلا ويرون نتيجة أعمالهم في الدنيا ثلاثة لا يرون على حال الموت إلا ويرون وبال أعمالهم جزاء أعمالهم وسوء أعمالهم في الدنيا من هم يا علي؟ قال البغي البغي انسان يبغي على المؤمن ويبغي على اخيه المؤمن ويتجاوز عليه هذا في الواقع لا يموت الا ويرى وبال هذا هذا العمل الشنيع والثاني قطيعه الرحم فان قطيعه الرحم في واقع الحال من المساوئ الكبيره التي لا يموت الانسان الا ويرى وبال هذه القطيعة والامر الثالث اليمين الكاذبه اليمين الكاذبه التي يبارز بها الله كانما الانسان الذي يقسم كاذبا على شيء على حال فعله او شيء تركه يكذب في اليمين هذا لا يموت إلا ويرى جزاءه في الدنيا بعد ذلك يقول الإمام أمير المؤمنين وإن أعجل الطاعة يعني أسرع أثر لطاعة الإنسان وإن أعجل الطاعة ثوابا ثواب بل وإن أعجل الطاعة ثوابا يعني أكثر الثواب سرعة وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، صلة الرحم في واقع الحال أسرع الأعمال وأسرع الطاعات تصل إلى الإنسان وإن القوم هذه شيء عجيب يعني إنصافا وإن القوم ليكونون فجارا ناس فجار مو خوش أوادم ناس على حال غير ملتزمين وان القوم ليكونون فجارا فيتواصلون فتنمى اموالهم ويثرون يقول حتى لو كانوا فاسدين وناس غير ملتزمين وغير مؤمنين وغير متدينين ولكن صله رحمهم تنمي اموالهم وتنمي اعمارهم شوفوا فصلة الرحم تأثر حتى لو كان الإنسان ما متدين بعد ذلك يقول وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقعة من أهلها صلة القط... قطيعة الرحم واليمين الكاذبة تجعل البلاد خربة موحشة ما تخلي البلاد عامرة ما تخلي البلاد مستقرة شوف كلها علي حال بلاء ووباء ومشاكل واختلافات وحروب لا ترى هذه البلاد وجه الاستقرار والسعاده. فعن الصادق عليه السلام ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه واله وقال اوصني رجل قال لرسول الله اوصني قال لا تشرك بالله شيئا وان احرقت بالنار وعذبت حتى لو حرقوك في النار وعذبوك في على اي حال في طوامير التعذيب في زنازين التعذيب لا تشرك بالله الا وقلبك مطمئن بالايمان قد يقولوا لك انه اكفر اشرك لسانك ما يخالف لأنه جاي يعذبونك باللسان يقول أنا مشرك صيح أنا هبل أو صيح مثلا على حال بعض الأصنام ولكن قلبك شنو قلبك مطمئن بالإيمان كما فعل ياس عمار بن ياسر عليه رضوان الله بعدين الإمام الصادق يقول ووالديك أولا لا تشرك بالله والثاني شنو والديك وبرهما حيين او كان او ميتين دير بالك على والدينك احترمهم قدرهم اخدمهم كون على حال في مستوى من التذلل واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وجاء رجل روايه ثالثه عن الامام الصادق جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله فقال يا رسول الله من ابر انا علما على حال اطيع علما اكون بخدمته من الذي انا اكون في على حال خاضع الى وحسب تعبيرنا بخدمته دائما فقال امك هذا السائل قال ثم من عرفت أمي لازم أنا أبرها ثم من قال أمك يقول السائل ثم من يا رسول الله قال أمك السائل أصار قال له ثم من المرة الرابعة قال المولى صلى الله عليه وآله أباك بر أباك أيها الأحبة أيها الأصدقاء في مثل هذه الأيام الطيبة من شهر ميلاد رسول الله صلى الله عليه واله تعالوا لنبر ابائنا ووالدينا واصدقائنا واحبتنا وارحامنا بالهدايا بالعطايا بالسلام والمراسله والتحيه والاكرام كل هذه في واقع الحال من تعاليم الاسلام العزيز ونحن نبحث مبحث الهبه والهبه بمعنى الهديه وانا تكلمت في حلقات سابقة عن الهبة اسمحوا لي أن أكمل هذا البحث في هذه الحلقة أيها الأحبة أنا ذكرت في حلقة سابقة أن الهبة على قسمين هبة معوضة وهبة غير معوضة الهبة المعوضة في واقع الحال هي الهبة اللي أنت تعطيها الواحد وأشترط فيها الثواب عفوا أشترط فيها العوض وأقول أنا أعطيك هذه الهبة على أنه تعوضني حتى لو لم أقل على أن تعوضني أنا أنطي لأنه أنطاني أو أنا على حال أبادلة بشيء هو مبادلني اللي جصير الآن تقريبا في المجتمع أنه أنا إذا أجا من السفر أو ودي له هدية، وإذا أنا جيت من السفر يجيب لي هدية، هذه كأنه متعارف عليها. وإن لم تسمى هبة معوضة بالمعنى الأخص، وإنما هكذا فهم الناس اللي واحد يقول الثاني والله علي واجبة، واجبة علي، شنو واجبة عليك؟ لأن يعني أنا وديت لهدية هدية عج عفوا جاب لي هدية وأنا لابد لا أن أرد الهدية. أما الهبة الغير المعوضة، الهبة الغير المعوضة هي التي تكون ماذا؟ يرجو الإنسان فيها الثواب لله سبحانه وتعالى. فأنا أعطيك هذا هذه الهدية أرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها ثواب صلتي إلك كمؤمن كمسلم كأخ وشنو الفرق بين الهبة المعوضة والهبة الغير المعوضة إخواني الكرام الهبة الغير المعوضة يعني الهبة المجانية الهبة اللي ما بها في قبالها شيء هذه هبة جائزة شنو يعني جائزة؟ يعني تقدر تبطل يستطيع الإنسان أن يفسخ وأجيب مثال اسمعوه أنا أعطيك هذا القلم أقول لك هذا هدية لك وتقول لي شكرا أخذته. بعدين بعدين قلت له عفوا أنا اشتبهت طنية رجع ليها هل يمكن الإنسان أن يرجع هديته؟ هل يمكن الإنسان أن يبطل الهبة اللي وهبها؟ فقهاء يقولون نعم ممكن ما دام القلم موجود اقدر ارجع ما دام القلم موجود اقدر ارجع ولكن الهبه المعوضه هبه لازمه لازم يعني شنو ما تقدر تبطل فالهبه المعوضه لازمه لا تستطيع ان شنو ان تبطلها وتفسخها زين الفقهاء يقولوا لو اطلق الواهب يعني أطهبة هبه ما قال انطيني في قبالها شيء او انه انا والله اريد من عندك فلان وبعض الناس تجي يقول له يقول ابو فلان انا اعطيك العبايه على ان تعطيني مثلا دشداشه هاي هبه معوضه اعطيك العبايه حتى تعطيني دشداشه او مثلا اعطيك فلان شيء حتى ترد لي فلان شيء هذه هبه معوضه ولكن لو انسان انطى شيء قال لي يا أبا هذا الك ولم يشترط شيئا الفقهاء يقولوا هاي الهبة اللي ما اشترطت فيها شيء فهي هبة مجانية هبة تبرعية وأقدر أبطل فاسمحوا لي أقول بعض القضايا يصير بالمجتمع بعض الإخوة بعض الأصدقاء يقول للصديقة أنا راح أنطي موبايلي هدية وشوف شلون راح يكرمني مثلا قال له ما يكرمك قال هسه انا شوف راح انطيه الموبايل مالتي وشو شو يسوي فقلت له اخوي هذا الموبايل إلك هديه ذاك اخذه ودار وجهه وراح هذا قال لي ها شو ما طاك شيء فانا اقدر ابطل لو هي شنو لو هي هبه لازمه لان انا قايل للصاحبي انه راح يرجع لي فد شيء بس انا ما قلت له لم اقل له شيئا الفقهاء يقولوا إذا أطلق الإنسان في هبته وإن كان ينوي أن يرجع شيء أو أن يعوضه بشيء يقول الفقهاء جاز له أن ماذا جاز له أن يفسخ يقول عفوا تعال هذا الموبايل رجع لي يقول له ليش يقول له رجع لي رجع لي صورت أنت على حال تعطيني شيء آخر شو ما انطيتني يقدر فلا فلا يلزم على الموهوب له اللي اللي طيت الهدية أن شنو أن ينطيني في قبالها شيء هذه قضية على حال أه لازم نفهمها أن الهبة المعوضة ما شرط فيها العوض أنطيك حتى تنطيني أهدي حتى تهدي لي هذا وإذا ما قال هذا الشيء وما اشترط فتكون الهبة مجانية نذهب إلى فاصل ونعود حياكم الله تعالى حياكم الله اخواني واخواتي الكرام. يجي واحد يقول لي سيدنا انا اوهب لك هذا القلم. وانا قلت له شكرا جزيلا وانا ان شاء الله تعالى راح اعطيك هديه هذا الكاس. واضح؟ يعني هو انطاني القلم لا بشرط الكاس بس انا قبلته بشرط الكاس او قدمت له الكاس. الفقهاء يقولوا هذه الهبة لازمة إذا وهب الواهب وقدم الموهوب له عوضا يعني طال كاس فإن قبلها الواهب قال له شكرا جزيلا على الكاس صارت الهبة لازمة وإن رفضها قال لا أخوي أنا أعطيتك القلم ما عندي رغب يعني أنا مو في بالي تعطيني شيء لا, لا 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 أبدا لا 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 ورفضت شنو رفضت العوض هاي الهبة تبقى جائزة يعني شنو جائزة يعني أقدر أبطل أنا اللي وهبت أستطيع أن أفسخ زين مسألة أخرى لو وهب الواهب أنا انطيت هدية واشترط العوض قلت له شوف أنطيك هذا القلم على أن تنطيني هذا الخاتم هذا المحبس أريده وقبل الموهوب له الموهوب له قال له ما يخالف انت انطيني القلم انا بخدمتك انطيك شنو الخاتم يقول بمجرد هذا النوع من التعاقد ان انطيك القلم على ان تنطيني الخاتم صارت الهبة معوضة صارت الهبة معوضة فإن خالفه يعني وجب على على الطرفين ان شنو ان يلتزموا فإن خالف ولم يعمل بالشرط جاز للواهب الرجوع عن هبتي، إذا قال لي ما يخالف أعطيني القلم وأنا إن شاء الله أعطيك الخاتم، أعطيت القلم؟ قال لي لا أخوي أنا الخاتم ما أنطيك إياه. هنا أقدر أبطل، أقول له ما دام ما تطيني الخاتم أنطيني القلم. واضح؟ يعني الإنسان لابد أن يلتزم بالشرط، فإذا لم يلتزم بالشرط فأستطيع أن شنو؟ أن أرجع الهبة. زين. لو اشترط الواهب العوض أنا قلت له أعطيك القلم حتى تعطيني شيء ولكن لم يعين ما هو العوض قلت له أنطيك هذا القلم أنطيني شيء قال له شنو قال له ما أدري سبحة محبس أي شيء لم أعين فإن اتفق على شيء قال زين تقول لي شتريد؟ هذا القلم أنطيتني شو فإن اتفق على شيء فلا بأس. يعني هبة معوضة وإلا يعني إذا ما اتفقوا قال شيء شنو هذا الشيء موهوم هذا الشيء مجهول لازم يكون شيء معلوم فإن اتفقا فلا بأس وإلا فالأحوط وجوبا أن يعوض بالمساوي يعني أنا طلعت القلم أنا عو أن تعوضني شنو بشيء يساوي القلم أو مثل القلم قيمةً أو مثلا إلا إذا كانت هناك قرينة من عادة أو غيرها على الاجتزاء باليسير إلا إذا تفهم أنه أنت لما تطيني قلم حسب تعبيرنا قلم باركر اللي هو قلم غالي وعلى أساس ترجع لي فتشي وذاك الشيء ما عينته فالأحوط وجوبا أن تطيني فتشي يسوى القلم قلم باركر واضح بس واحد يقول يا بها دعاية للقلم ما أدري القلم موجود لو لا هاي بالسبعينات كنا على حال نشوفه كلش مهم زين أما إذا لا هذا الأخ ينطيني هذا القلم هو يريد من عندي فتشي يسير حتى لو سبحة بسيطة حتى لو فالذكريات من عندي يريد هنا أنا على حال الهبة لا إشكال فيها مسألة أخرى لا يجب في العوض أن يكون هبة يعني لا يجب أن يقول وهبتك بشرط أن تهبني بل يجوز أن يشترط البيع بسعر أقل هذه خوش مسألة يعني أنا لما أريد أن أعطيك هبة معوضة لا بد أن أقول أنه وهبتك هذا حتى تهبني لا أنا أنطيك هذا القلم هدية بشرط أن تبيع للكرسي أقل من سعره فيكون الشرط أن تبيع للكرسي ما في مشكلة لا إشكال في ذلك فليست الهبة المعوضة هبة في قبال هبة هبة في قبال شرط هذا الشرط سواء كان بيع أو كان هبة أو كان على حال مساعدة أي شيء من هذا القبيل نعم فيقول وهبتك السيارة بشرط أن تبيع البيت بسعر أقل أو أنه وهبتك مثلا السيارة بشرط أن تبرأ ذمتي من الدين اللي في ذمتي او انا وهبتك هذا القلم على ان تخيط عباءه الي ما في شكر تخيط عباءتي مثلا أه تبني بيتي اي شيء من هذا القبيل يمكن ان تكون هذه أه على حال من من ان بلي من قبيل العوض الذي يعوضه الانسان في هبته لو رجع الواهب عن هبته انا انطيت هبه, هبه انطيت هديه بعدين بطلت لو رجع الواهب عن هبته فيما يجوز له الرجوع وكان للعين الموهوب النماء حدث بعد العقد والقابض كان من مال الموهوب له ولا يرجع الى الواهب اخواني هذا مثال هوايه لطيف اسمعوا انا اعطيتك بقره قلت لك خويه هاي البقره لك هديه اعطيتك هاي البقرة هدية وانت اخذتها وقلت جزاك الله خير والبقرة عندك ولدت ولدت البقرة او انت مثلا احلبتها فرد 100 لتر مثلا حليب خلال اسبوع زين بعدين خابرتك قلت لك عفوا هاي البقرة اريدها انا شو بطلت رجع لي اياها يجوز الفقهاء يقول نعم اذا كان ما تصرف فيها تصرف مغير ل مغير لعينها، مغير لوضعها، ما في اشكال، يقدر يرجعها. ولكن السؤال اذا ارجعت البقره ارجع الولد وياها، هذا الولد اللي الولد عدهم، او الحليب اللي حلبوه ارجعه، الفقهاء يقولوا لا. النماء، النماء يعني هذا الوليد اللي صار، او انه الحليب اللي احنا حلبناه، هذا للموهوب لا. هذا شنو؟ هذا النماء إذا كان منفصلة منفصل يعني ولدت البقرة أو الحليب مثلا انحلب. أما لو كان النماء متصلا، يعني البقرة كانت وكان وزنها 200 كيلو صار 250، سمنت صارت سمينة. نماء ولكن متصل بجسمها. لحمها زاد وعضلاتها كبراً كالسمن والطول يعني كانت قصيره صارت طويله فهو تابع للعين اذا بطلت وقلت له رجع لي البقره طبيعي يرجع ليها هي وسمنها هي وعلى حال طولها مو انه يابا النماء مو الك تعال انت اخذ البقره بشرط مثلا كونها هزيله او كونها ضعيفه لا ارجعها مع نمائها المتصل فيرجعها ولا يكون للواهب ولا يكون للواهب ماذا؟ شيئان. هاي المسألة يمكن أنا بينتها في حلقة سابقة، لو مات الواهب أنا وهبت لكم هذا القلم ومتت. لو مات الواهب بعد إقباض الموهوب، أنطيتك القلم ومتت، لزمت الهبة. يعني ما يقدرون ورثتي يقولون عفوا ترى أبونا أنطاكم هبة والهبة موجودة رجعوها، لا، لزمت الهبة. بلا فرق بين أن يكون للأرحام أو لغير الأرحام فلا يشترط في لزوم الهبة للأجنبي الميت أن يكون الموهوب له قد تصرف بالعين الموهوبة هذه بينتها في الحلقة السابقة أنه الإنسان تصرف في الهبة يعني مثلا الثوب خياطة أو أنه القلم قام يكتب به مثلا إذا تصرف بالهبة ما يقدر الواهب يرجعه لأن تصرف تصرفا عليه حال يمنع من استردادها، ولكن ولكن لو أنا وهبت الهبة ومتت أنا متت بعد ما يقدرون الورثة يرجعون الهبة حتى لو لم يتصرف الموهوب له وحتى لو كان أجنبي فهي له ولا يجوز لورثة الواهب الرجوع بالهبة. صحيح. لو مات الموهوب له بعد قبض الهبه، بس الموهوب له مات، اعطيته سياره ومات وانا اعطيته هيا يعني قبضت الهياء فتنتقل العين الى ورثته انتقالا لازما ولا يحق للواهب الرجوع في الهبه، هذه لطيفه ايضا انت لما تطي السياره الى واحد وذاك من كثره فرحه مات شايفين البعض؟ شفت علي حال سمعت انه واحد ربح باليانصيب نصيب فد مبلغ كبير قال له يا بنت ربحت مليون دولار هذا من فرحته مات مات وقبضوا له اياه الصكهم انطوه اياه بيده ومات فهاي الهبه تنتقل الى ورثته وما يقدر الواهب ان يرجعها ولا يمكن للواهب ان ماذا ان يرجعها زين سيدنا فد بحث لا باس به ان نستطرقه او نتطرق انه لو الانسان وهب مثلا هذا الموبايل الى واحد قال يا يابا هذه هبه لك والاخ الموهوب اليه اللي انا اعطيته هي راح باعه راح باعه والبيع تعرفون البيع من العقود اللازمة يعني لما أنا أبيع ما أقدر أبطل فيقولون إذا أنت بعت الهبة والبيع لازم فالهبة تلزم يعني ما أقدر أرجع سيدنا مولعين موجودة الموبايل موجود ما على حال ما تلف تقول نعم ولكن تصرف فيه تصرفا تصرف بالهدية تصرفا آه كمثل كمثل التلف، فالبيع وانتقال العين، انتقال الشيء من الانسان الى واحد اخر بالعقد الشرعي فهذا بمثابه التلف. فتكون الهبه لازمه. اما لو كان البيع حسب تعبيرنا خياري او البيع غير لازم، لسه لاي سبب من الاسباب بيع اقدر ابطل. هنا على اي حال تبقى الهبه جائزه يمكن الانسان ان ماذا؟ يمكن الانسان ان يرجع في هبته. زين. سؤال او مساله لا يشترط في الرجوع اطلاع الموهوب له بالرجوع فلو انشا الواهب الرجوع من غير علمه صحه. هاي هو أي مساله حلوه لطيفه انا اعطيت هديه لواحد سياره وبعدين بطلت لما ابطل يحتاج اقول له تعال يا فلان قدامي اوقف اقول له اني أب اني فسخت اني رجعت يحتاج له بس اقول يا جماعه ترى السياره انا رجعتها يكفي ان اخبر على اني رجعت في هبتي والرجوع صحيح حتى لو كان الاخ ما مطلع تصير مشاكل طبعا بالمجتمع هذه خلي ابين انه بعض الاحيان انا اعطيك سياره عنوان يعني هديه وبعدين ابطل انت بس طلعت من بيتي انا بطلت وانت رحت بعت السياره بعتها فاخابرك اقول لك اخوي ترى انا قبل ما تبيع انا مرجعها فلازم البيع باطل على بني هذا بني ها شكل سؤال يجوز الإنسان أن يفضل بعض أولاده على البعض الآخر يقول الفقهاء يجوز ذلك على كراهية يعني مكروه الإنسان أن ينطي بعض أولاده وما ينطي بعض أولاده ينطي البنات وما ينطي الأولاد ينطي الأولاد وما ينطي البنات هذا مكروه إخواني يوجب الضغينة يوجب العداوة بين الأولاد والبنات كما صار على حال كما صار في المجتمع وصار لإخوة يوسف لما نبي الله يعقوب شوية على حال قرب يوسف وحببه ودلله ذولاك تأذوا وذبوا بالبير على حال تخلصوا من عنده على أي حال لا يصح للإنسان أن يحبب بعض الأولاد من دون بعض بدون سبب بدون علة وهذا يسبب الشحناء والبغضاء والعداوات وينصح الاسلام على ان يكون الاب منصفا وعادلا بين اولاده لئلا تصبح هناك عداوه بينهم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لان نتهادى ونتحابب ونكون من على حال المتواددين ان الهبه والهديه تقرب القلوب وعلى حال تصفي النيات وتقوي العلاقات. نسال الله سبحانه وتعالى ان نكون ممن يسير على هذا المنهج. ونسأله سبحانه أن أيوة يعجل في فرج صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ويرحم شهدائنا ويعافي جرحانا ولا تنسون والدي من الدعاء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين